جماهير القطبين تتعلق أكثر من فرقها في آسيا، ولاعب أردني محترف بالخارج يمر بأزمة. شرح أكثر في الحلقة الجديدة من جرينتا. أهلا بكم. الفيصل يضيع فوز أو نقطة على الأقل بسبب خوفه واحترامه الزيادة لمنافسه ناساف كارش الأوزبكي بأول ظهور للزعيم بدوري أبطال آسيا. خسارة حضرت بالوقت القاتل، لعلها تكون فايدة للفريق بأنه ما يحسب حساب للفرق اللي راح واجهها في المستقبل بهاي البطولة. وعلى الشق الآخر من العاصمة عمان وعند اللون الأخضر الوحدات ما قدم أداء قوي يحسد عليه، بس الأهم مع مدرب جديد وفي أول مباراة هو الفوز، وهو ما تحقق على أهل حلب السوري بهدفين دون رد. لعل وعسى أن يتحسن أداء الفريق تدريجياً وصولا لللقب. جمهور الفيصل الوحدات صراحه بيستحقوا ادارات توقف معهم وتتعاملهم اكثر من هيك. اداره ما بتتحمل انتقادات جماهيرها واخرى لا تراهم اصلا وتقرر عكس ما يطلبون. جمهور الفيصلي بعمري ما شفت حماس بالملاعب زي ما كانوا في مباراه ناساف وتحديدا ببدايه المباراه. وجمهور الوحدات من بدري وهم بالمدينه الرياضيه رغم انهم عتبانين على الفريق اخر فترات لامور غير فنيه. وخلونا نحكي عن التيفوهات شويه. الفيصل وبحسب بيان الألتراس فإنهم كانوا بدهم يعملوا شغل عالمي يكلفهم ماديا كثير ووقت أكثر، بس الاتحاد الآسيوي منحهم منه ليعملوا تيفو فكروا فيه بسرعة وتنفيذ سريع وطلع معهم عمل ممتاز. بالمقابل أيضا شوفوا مع التيفوهات اللي عملتها مجموعة وحداتي على الدرجة الثانية، تريبل تيفو يعني ثلاث تيفوهات ورا بعض كل واحد أحلى من الثاني. وشوفوا تيفو الدرجة الأولى عند الألتراس بلش بهاي الكلمة الجميلة الوحدات، بعدين بدلوا التيفو بثواني وطلع هذا المنظر الجميل، شعار النادي وتاريخ التأسيس. بالله عليكم عمره في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي صار مثل كل هذا الإبداع. وشغلة أخيرة وشفناها حلوة في المباراة اللي هي الوحداتي بشجع الفيصلاوي والفيصلاوي بيأذي الوحداتي، وهذا الشيء جميل للمرات الأولى بنشوفه ونتمنى يزداد باستمرار. لكن مش يعني إذا الوحداتي ما شجع الفيصلاوي في مباراته وتمنى له الخسارة، وإذا الفيصلاوي نفس الإشي ما وقف وشجع الوحدات، فإنه هذا الشخص خاين وغير وطني ومن هالكلام. لا، هذا الوضع طبيعي وبكل دول العالم بصير هالحكي. محمد أبو زريق شرارة لاعبنا الأردني المحترف في صفوف الترجي التونسي، وبعد خوض البطولة العربية في السعودية قبل شهرين كانت الأمور بينه وبين النادي تمام، بعد هيك صارت العلاقة مش تمام لجلب النادي التونسي لاعبين أجانب بدهم يسجلهم على حساب اللاعبين الأجانب اللي عنده. سجل واحد وضايل واحد وبيحاولوا يتفقوا مع اللاعب الأقرب للتخلي عنه مقابل تسجيل اللاعب الأجنبي مكانه. شرارة حاليا بتدرب لوحده مع الترجي تمارين صبح ومساء، لكنه بحالة فنية وبدنية عالية وما بيعاني من أي شيء. نعم هو غاب عن تجمع المنتخب الأخير في النرويج وأذربيجان لإصابة خفيفة تعرض لها وسرعان ما عاد للتدريبات، لكنه ظهر بصورة طيبة مع الترجي بالبطولة العربية خلته مطمع لعدة أندية قدمت له عروض، بس الترجي قرر التمسك فيه لرغبته بالاستفادة الفنية من اللاعب الموهوب. النية تتجه للأسف لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي على الرغم من انه ضايل موسمين للعقد كمان، والقرار متأكد إداري مش فني. الله يكتب الخير للاعبنا المميز ويرجع للملاعب بأسرع وقت، محتاجينه مع المنتخب بكأس آسيا الجاي في قطر. وسؤال حلقتنا اليوم بيحكي شو اسم اللاعب اللي سجل الهدف الأول لفريق الوحدات بمرمى أهلي حلب؟ لو عرفتوا الإجابة اكتبوها بالتعليقات. وقبل الختام لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على الفيسبوك، فولو على الانستغرام، سبسكرايب على اليوتيوب، واستنوني في الحلقة الجاي معي أنا مهند جويلس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.